بسم الله، صباح الهنا والسعادة على الناس. سكر زيادة حبايب قلبي، وحشتوني جدا. والنهاردة جابلكم غرزة جديدة بناء على طلبكم، نكمل سلسلة غرزة مش وحدات. الغرزة دي سهلة جدا، هي تكرار سطرين اتنين، ولا اسهل ولا اسرع من كده. وما فيش يعني اي مبتدئة لسه يا دوبك بتعرف العمود والعمود لفتين هتعرف تعملها بمنتهى السهولة. لو انت لسه مبتدئة معانا ما تعرفيش خالص يعني ايه كروشيه وبتحبيه، هحطلك قايمة تحت الفيديو على طول فيها تعليم الكروشيه من اول ماسك الابره، اختيار الخيط المناسب، وتعملي ايه بالظبط علشان تبتدي تشتغلي معانا. تعلمي القايمه دي وارجعي هنا على طول. كل اللي انت عايزاه عمود سلسله، عمود بلفتين مش اكتر من كده، تكرار سطرين اتنين ونبتدي. بسم الله بسم الله. تقدري تشتغلي باي خيط متاح عندك سواء صيفي او شتوي. تقدري تستخدمي خيط ايزا ديفا او ديفا بلس او كورتوبا قطن او كورتوبا اكريليك او ناكو او اس جي او مصر البيضاء او اي خيط من الخيوط اللي هتظهر على الشاشه دي. وكل خيط بيبقى مكتوب عليه في الظهر رقم الخيط الابره اللي هتستخدميها. تمام، ده خيط، دي ابره ناكو سوبر انجورا. تمام، وفي خيط اليزا هابي بيبي واليزا بيبي سكريم او اليزا بيركام او هيمالايا افريداي او هيمالايا بينو او هيمالايا البين او اي خيط متاح عندك، وبيبقى مكتوب الرقم كده اهو. لو الرقم مش مكتوب عندك بتلاقي عدد الامتار اللي موجوده في الخيط. لو هو رقم مش موجود بيبقى مكتوب الخيط كام متر، زي كده بيكتب لك 100 جرام 330 متر مثلا او 300 متر. هتظن معاها ابره 3.5 او ابره تريكو 3.5. بتشوفي الخيط القريب منها، ده خيط كورتوبا جميل جدا رائع، ده كورتوبا بيبي رائع جدا للاطفال. تمام، بس انا مش مستخدمه لا ده ولا ده دلوقتي، انا مستخدمه دلوقتي اس جي. ايا كان الخيط المتاح عندك، يعني تقدري تعملي الموديل ده صيفي او تعمليه شتوي زي ما انت حابه، ولا اسهل من كده مفيش. دي البرطمان بتاع الورق بتاعي. تمام، هنعمل مضاعفات رقم 7. لو انت لسه جديده معانا في القناه تقدري ترجعي لقايمه تعليم الكروشيه من بدايه مسك الابره والخيط. وانا عارفه ان انا كل مره بقول الجمله دي لاني مش كل الناس بتتفرج على الفيديوهات، وفي ناس كتير كتير ما شاء الله زوار من بره القناه. احنا عندنا الزوار بيشوفوا اكتر من مشتركين. الفتله اهي هنلفها على صباعنا، دي الفتله القصيره. هدخل الابره كده، نسيت اقول لكم ان انا هستخدم ابره رقم 3.5 زي ما كان في الورقه. هدخل الابره كده واسحب الفتله القصيره كده. تمام تمام، هنعمل مضاعفات رقم 7. 1 2 3 4 5 6 7. معنى ان انت عملتي سلسله وطلعت متماسكه كده معاكي تعرفي ان الابره مناسبه للخيط. طبعا انا هنا مش معايا الورقه بتاعت اس جي اصلا، فبس انا عشان مش شغل بتقدري تعرفي الخيط ده هيناسبه ابره رقم كام. هنعمل 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7. 1 2 3 4 5 6 7، وهكذا لغايه ما توصلي الطول اللي انت عايزاه. لو انت عايزه تعملي كوفيه، عشان السؤال ده بسأله كتير، هتبتدي بالعرض مش بالطول. يعني هتعملي عرض الكوفيه اللي هو مثلا ساي 16 سم 15 سم 14 سم زي ما انت حابه. يعني مثلا ممكن تبقى كوفيه زي كده او تبقى اعرض من كده، تبقى 16 سم تعملي كمان 7 بس كده عريضه. انا بحب الكوفيه تبقى في العرض ده، ودي حاجه ترجع لي. في ناس بتحبها عريضه وتتنيها. لو عايز تعمليها شال هتعمليها، هتفضلي تعملي سبعات لغايه ما تعملي 50 سم او 40 سم. ده الشال هكتب لكم كله في الورقه في اخر الفيديو، كله في الورقه اللي هو شرح كل حاجه. ولو عايزين نعملها فيست زي ما احنا ان شاء الله ما هنعملها،
هنعملها بعرض محيط الوسط او محيط الصدر لو حد كبير، وهنعمل خطوه خطوه، ما تستعجلش. احنا دلوقتي هنعمل الكوفيه او الشال. بعد ما عملت مضاعفات رقم 7 تمام، ايا كان بقى، بصوا بتعملي مضاعفات رقم 7 وتقيسي سي مثلا كده 27 سنتي، دي ممكن تبقى كوفيه عريضه وتتنيها، او تبقى شال رفيع، وتقدري تضعفي زي ما انت عايزه. هتفضلي تعملي 7 7 7 7 لغايه ما توصلي للعرض اللي انت عايزاه، ولا اسهل. خلاص انا عملت دول انا عاملاهم 56 سلسله. اوكي، بس طبعا لو انت معاكي خيط مختلف وابره مختلفه هيطلع معاكي المقاس مختلف. هاخد لفه وهعد من تحت الابره سلسلة 2 3، وفي رقم 4 هدخل وعمل عمود. التلاتة سلسلة دول بالنسبة لي بقوا أول عمود. هدخل في السلسلة اللي جنبيها، هاخد لفة وادخل في السلسلة اللي جنبيها وأعمل عمود. كده كام؟ تلاتة سلسلة بقوا عمود، هنا عمود، أدي تلاتة. هدخل في السلسلة اللي بعديها 4، وفي السلسلة اللي بعديها 5، وكده عملت 5 أعمدة. هعمل 2 سلسلة، هاخد لفة وهعد من تحت 1 2 سلسلة، في السلسلة رقم 3 هعمل عمود. وفي السلسلة اللي بعديها 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 هعمل عمود. ادي 2 4 5، هعمل 1 2 سلسلة، واعد من تحت 1 2 سلسلة هسيبهم، وفي التالتة هدخل واعمل عمود. هعمل 5 عواميد جنب بعضيهم زي ما انا عاملة هنا. ادي 1 في السلسلة اللي بعديها، 2 اهي 2 لسه في السلسلة اللي بعديها، 3 في السلسلة اللي بعديها، 4 في السلسلة اللي بعديها، 5. كده كام؟ 5 أعمدة جنب بعض. هعمل 2 سلسلة، 1 2، هاخد لفة هسيب 2 سلسلة من تحت وادخل واعمل عمود، وهكذا لغايه اخر السطر. يعني هعمل 5 أعمدة، استنى الاضاءه، هعمل 5 أعمدة 2 سلسلة، 5 أعمدة 2 سلسلة، 5 أعمدة 2 سلسلة، وهكذا لغايه اخر السطر. اشتغل السطر كله، وفي اخر السطر هعد 2 سلسلة، وهيتبقى عندي 5 سلاسل هما اللي هعمل فيهم 5 أعمدة. هيبقى عندي 5 أعمدة زي ما عملت في الاول، 5 أعمدة في الاخر، ولا اسهل من كده. شفتي انت اسهل من كده؟ هو تكرار سطرين 2 بس كده. وده شكل السطر رقم 1. سطر رقم 2 هنعمل 1 2 3 4 5 سلسلة، لف 2 على الابرة وهنلف الشغل. هنسيب العمود اللي بعديه على طول، وفي العمود التاني هندخل ونعمل عمود بلفتين، لفة ونخرج، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، سلسلة، لفة، 2 على الإبرة. هنسيب العمود اللي بعده، وفي العمود الأخير ده هنعمل عمود بلفتين، لفة ونطلع، معايا 4 حلقات على الإبرة، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، 1 2 سلسلة، لفة 2 على الإبرة. أول عمود هيقابلني المجموعة اللي بعديها هنعمل فيها عمود بلفتين، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، لفة ونخرج من حلقتين، 1 سلسلة، لفة 2 على الإبرة. هنسيب العمود اللي بعديها والعمود التاني هنعمل ناخد لفة، وبعدين نعمل عمود بلفتين، سلسلة، لفة 2 على الإبرة، هنسيب عمود وندخل في اللي بعديه،
ونعمل عمود لفتين، اتنين سلسلة، واحد اتنين. الاتنين سلسلة دول طبعا مكملين معانا كل الشغل. لفة اتنين على الابرة، اول عمود هيقابلني هعمل فيه عمود بلفتين، سلسلة، لفة اتنين على الابرة، هسيب عمود في العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، سلسلة، لفة اتنين على الابرة، هسيب عمود وفي العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، اتنين سلسلة، واحد اتنين، لفة اتنين على الابرة، وفي اول عمود هعمل عمود بلفتين. ولا اسهل من كده. عملت السطر وفي اخره، بصي اخره اللي هما كانوا خمس اعمده، عملنا عمود بلفتين، سلسله، عمود بلفتين، وهنعمل سلسله، هناخد لفه اتنين هنا، ده عمود، وفي اللي هما ثلاثه سلسله اللي كنا باتين بينهم السطر الاول، هندخل في اول سلسله هنا اهو، ونعمل عمود بلفتين بس خلاص. هو ده هيبقى التكرار. هنعمل ايه بقى عشان نكرر السطر الاولاني؟ واحد اتنين تلاتة سلسلة، هناخد لفة وهنلف الشغل، هندخل في الفراغ ده وهنعمل عمود، عمود عادي بقى، لفة وفوق العمود اللي بعده هنعمل عمود، لفة وفي الفراغ هنعمل عمود، لفة وفوق العمود اللي بعده عمود. بقى عندي كام؟ خمس أعمدة، تلاتة سلسلة بيتحسبوا عمود. بالمناسبة عشان بس في ناس متعرفش، ارتفاع العمود بلفتين أربع سلسلة، وارتفاع العمود بلفة واحدة تلاتة سلسلة، وده أنا قايلاه في شرح تعليم الكروشيه من البداية. هنعمل اتنين سلسلة، لفة فوق العمود اللي هيقابلني هعمل عمود، وفي الفراغ هعمل عمود، فوق العمود اللي بعده عمود، فوق العمود هعمل عمود، فوق العمود اللي بعده هعمل عمود، وبقوا عندي خمس أعمدة، اتنين سلسلة، وهياخد لفة فوق العمود اللي بعده هعمل عمود، في الفراغ هعمل عمود، فوق العمود اللي بعده عمود، في الفراغ عمود، فوق العمود اللي بعده عمود، باتنين سلسلة، وفوق العمود اللي بعده عمود، وهكذا لغاية ما اخلص السطر كله. هيبقى السطر ده تكرار السطر رقم واحد. السطر هنا عملت عمود، وهعمل عمود في الفراغ، عمود فوق العمود اللي بعده. بصي بقى الحتة دي اللي هم كانوا خمسة سلسلة، هعمل عمود هنا اهو، وهعد، هاخد لفة وعد من تحت، واحد اتنين تلاتة، وفي رابع سلسلة هدخل واعمل عمود. كده سطر رقم تلاتة. سطر رقم اربعة اللي هو تكرار سطر رقم اتنين، بعد كده هسيبك تكملي. هنعمل واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة، لفة اتنين على الابرة وهلف الشغل، هسيب عمود وفوق اللي بعده هعمل عمود بلفتين، سلسلة، لفة اتنين على الابرة، هسيب عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود، هعمل اتنين سلسلة، واحد اتنين، لفة اتنين على الابرة، فوق اول عمود هعمل عمود، سلسلة، لفة اتنين، هسيب عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود، سلسلة، لفة اتنين وفوق العمود، هسيب عمود وفي العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين طبعا، سلسلتين، لفة اتنين على الابرة وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، سلسلة، لفتين، هسيب عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، سلسلة، لفتين، هسيب عمود وفوق العمود اللي بعده هعمل عمود بلفتين، وهكذا لغاية ما اخلص السطر زي ما عملنا السطر اللي قبليه، لغاية ما اخلص الشغل كله. قبل ما يعني انا بقى ايه هكملها،
اوكي هكمليها الى ما شاء الله. يعني ايه هكمليها؟ ده العرض بتاعك، هكملي لغايه ما توصلي سي 2 متر لو انت تعملي شال، تعملي كوفيه، تعملي متر و80، ايا كان اللي انت عايزه توصلي له. هكتب لك دلوقتي في الورقه كل تفاصيل. عشان نعمل كوفيه عرضها 16 سنتي هنعمل 35 سلسلة، تمام. عشان نعمل شال طبعا طول من 180 معاكي او 150 لغاية مترين، وفي ناس بتحب اطول من كده. لو عايزة تعملي شال 50 سنتي طبعا عرض، بتبتدي بالعرض. لو انت عايز تعملي شال، بصي لو انت عايزاه 46 سنتي عشان هو مش هي يعني غير كده. طبعا لو انت عامله بنفس الخيط وبنفس الابره بتاعتي، لو انت عامله خيط سميك هتبقى المقاس هيكبر اكتر معاكي، لو انت عامله بايزو ديفا المقاس السلاسل هتزيد معاكي، تمام. هتعملي مضاعفات رقم 7، يعني هتعملي 7 في 16. لا دي 16 دي اللي بتاعت دي بتاعت 50، 7 في 16 دي هتعمليها في 15، تمام. هتعملي 7 في 16 مره هيطلع لك عدد السلاسل بتاعتك اللي هي هتبقى 112. خلاص دي مضاعفات رقم 7، ولا اسهل، تكرار 2 سطر فقط. يا رب يكون سهل عليكم ويا رب اكون فدتكم. لايك وشير للفيديو، بحبكم جدا يا، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.